نعمل على توفير المناخ للطالب أنه يعبر عن أفكاره ويحاول أن يناقش قضايا الشأن العام المحلية والإقليمية والدولية، حتى لأنه دائما ما ننظر إلى الطالب الجامعي على أنه هو الطاقة التغييرية في المستقبل إن شاء الله. شهدت هذه البطولة تنافسا كبيرا بين الفرق، وكان فيه مستوى عالي جدا في الأداء ولا في حتى من حيث المحتوى، المواضيع مختلفة، رياضة، بيئة، صحة، إعلام. طبعا مهارة المناظرات هي من أهم المهارات الحياتية التي يحتاجها الإنسان حتى يمتلك عديد من المهارات الفردية، منها مهارة التحليل والتفكير الناقد، وهذا ما يساعدنا على تجنب التعصب وتجنب التمسك بالآراء. البطولة هذه تهمني يعني كونها يعني تكتشف أو يعني تخليني كما نقولوا نتحدى القدرة تاعي على الخطابة، القدرة تاعي على تقديم محتوى، القدرة تاعي على يعني البلاغة. في حال إن شاء الله وفقنا ربي سبحانه لنيل المرتبة الأولى اليوم بإذن الله وتمثيل الجزائر في قطر، فنحن نطمح أننا أولا نكون خير حاملين للهوية الثقافية الجزائرية، أولا للمستوى العلمي لطلبة الجزائريين، ثانيا